خير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حصه توتوبسيون. اليوم رانا متواجدين في الصين وبالتحديد في لو سالون دو بيكان، بيكان موتور شو. اليوم راح نشوفوا بليزيوغ مارك شينواز مي اوسي اوروبيان، 117 فيكول سيتم اطلاقهم خلال هذا الطبعه، ومنهم ايضا 278 سياره سيتم عرضها وتستعمل الطاقات المتجدده دونك الكتريك هيبريد. صينيين يقول لك المستقبل هو الان، يعني الطاقات المتجدده اصبحت من يومياتهم. داير اون فوا لي فيكول الكتريك كي سيركول هنا فلاشين، دونك ما نقولكمش اكثر، نخليكم ديكوفريو لي نوفوتي دو سالون بيكان. البداية راح تكون من جناح غيتوال موتور، وين اون فا اسيستي لا كونفيرونس دو بريس انيمي باغ المدير التنفيذي لهذا العالم، واللي راح يكشف من خلالها على كل ما هو جديد سواء في لو موديل افال ولا اوغا ولا حتى تونغ. راح نشوفوا مع بعضنا لو فيس ليفت اللي طرا على لو هافال اش 6 وسي لو نوفو تونغ 700 ولا حتى لو اتش 9. واحدة من السيارات التي سيتم تسويقها في الجزائر اكيد لو باور من عند غيتوال موتورز كما نشوفوا. دونك واجهة امامية اللي ما تشبهش بزاف لي بيك اب، هذه بيان سور سي لا جام ديال لي بيك اب. شوفوا اورني دو كروم افيك اون توش دو تكنولوجي بيان سور، اون كاميرا 360 دوغري، وتكون عندنا رؤية محيطية. شوفوا اضواء امامية بيان سور افيك اون توش ال دي، وبيان سور لاسبي ديال لي باغودور. تتسائلوا اكيد على المحرك ديالو، سي بيان ان 2 لتر 4 توربو بقوة 181 حصان بالتحديد، لما نساو 480 نيوتن متر دو كوبل. دايور شوفوه في لي زيسي في توت اوبسيون برومي توش تكنولوجيك، نروحو نشوفوها توت سويت على الانتيريور. Revoir rapidement l'intérieur du Power 2 litres 4 turbo, excellent intérieur. On a ce qu'on a vu avant de faire la vidéo. D'ailleurs, bien sûr, il faut regarder un petit peu les matériaux, surtout que nous avons en quelque sorte les véhicules chinois. Il faut le dire, il faut le dire. Mais il y a une rupture totale avec ce qu'on a vu les années précédentes. D'ailleurs, on a vu des matériaux très très nobles, du lever, donc du cuir, avec les sièges, donc avec les marquages. قاعد جلديه سير بيكي توش سبورتيف في ان بيك اب. الحاجه المليحه اللي عجبتنا بزاف سي بيان توش تكنولوجيك افيك دو زينورم اكرون تاكتيل، الاولاني بيان سور سيستم دانفو ديفيرتيسمون، انتم اللي تحبوا تستعملوا الهواتف تو 12.3 بوصه بالتحديد، مو لو دوزيام. شاشه الخاصه بالعدادات وبيان سور كل المعلومات التقنيه اللي تخص السائق من 7 بوصه. رينا دير نزيد لكم حاجة واحدة أخرى، باليت أو فولون سيل فو بلي، وين نقدروا نغيروا السرعات غراس سي باليت اللي راهم جوست ديغيغ لو فولون، لا ما ننساو لي توش بور كوموندي أن تي بو لو سيستيم دافو ديفيرتيسمون. وهذه السيارة فيها نظم المساعدة على القيادة، ما نساوهمش أوسي، بلا ما نحكيو على نظم الأمان. نزيد نقول لكم حاجة واحدة أخرى بلاك تعجبكم بزاف، علبة أوتوماتيكية من 9 سرعات،
DCT Double Clutch Transmission. ما شاء الله. غير العادة نشوفوا دي تروك في البيك اب. دونك اون كيلكو سورت اون سور دو لو شوية عند جريت وول. وهذا شيء عجبنا بزاف. سي ان افي بيرسونيل. ان شاء الله تقاسموه معنا. نزيدكم حاجة واحدة أخرى يا روح. شارجور بار اندكسيون يو اس بي تيب سي 12 فولت. بيان سور اسباس دو رونجمون بو بارتو. لي ماتيريو كيما قلنا ما عندنا ما نحكيو عليهم. عندنا اون بوتيت مولات لهنا في لو سونتر. بيان سور باش نخلطوا شوية في لي مود ديال السياقة. وبيان سور هنايا عندنا الفور ويل درايف دونك 4x4 ريان ادير. واحدة من السيارات اللي نالت إعجاب الكثيرين من زوار معرض بكين سيبيان لو تانك 700. تانك 700 سيارة رباعية الدفع بالدرجة الأولى، ان اس يو في دو لوكس مي اوسي ان فرانشيسور. عندما نشوفوه من لو كوتي اكستيريور لو ديزاين دائما يعطينا هذاك لو لوك تاع سيارة جد راقية، موجهة بيان سور طبقة معينة من مستعملي هذا النوع من السيارات. أكيد هذه ما راحش تكون في متناول الجميع لأنها مخصصة لفئة معينة. أكيد راح تتساءلوا ربما على لي بيرفورمانس ديال هذا الفيكول. دونك مجهز بمحرك 3 لتر تشوفو 385 كيلو وات بالتقريب حوالي 520 530 حصان. بيان سور تو سا كوبلي اي بوات ا فيتاس 9 رابور، يعني علبة أوتوماتيكية من 9 سرعات بالتحديد. دبل كلاتش ترانسميشن دونك ثنائية المقابض، وهذا بيان سور يعطيها قوة كبيرة لهذه السيارة. دونك كيما نشوفوا الواجهة الأمامية جد عصرية. إيزون با في بوكو يعني أون ماتيغ دو ديزاين ما راحوش بعيد ترو بلينغ 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 ولا مي بلوتو سوبريتي اللي تعطي لها واحد الكلاسيسيزم اللي يشوفوه غير في العلامات الكبرى الألمانية خاصة مرسيدس ولا أوسي بعض الأمريكيات سوسيتي لورنو. Allez, enfin, on est à bord du tank 700. Hop. Les gens ils sont déjà bien installés. في المقاعد الخلفية. هنا لو لوكس العنوان ديالو. الحاجة اللي عجبتني في لو تانك 700 سي بيان هاد لاتوش ديال الساعة اللي تجي في لو طابلو دو بور دونك في لا بارتي انفيريور. تعطينا اون توش دو كلاسيسيزم دو فواتور دو لوكس سورتو. شاشة مركزية كبيرة الحجم أكثر من 20 بوصة، حوالي 20 ولا 21 بوصة بالتحديد. نشوفوا سي دونك عندنا لافيشير ديال العدادات اللي هو أيضا دونك سي سيستيم دانفو ديفيرتيسمون ديجيتال دو 8 بوص إكزاكتومون. ما ننساوش باليتو فولون دي ماتيريو تخي تخي نوبل. نلقاو لو كوير على الكراسي وأيضا في الكونسول الوسطي بلا ما ننساو دونك بورت غوبلي بريز يو اس بي بواطا فيتاس بلا ما ننساو 9 رابور دابل كلاش ترانسميشن. عندنا اوسي هنايا نقدروا نخلطوا في الاعدادات ديال لو سيستيم دو موتريسيتي ديال هذه السياره. بيان سور كما قلنا سياره رباعيه الدفع افيك بليزيوغ مود دو كوندويت، يعني ما شاء الله. دونك سي ان فيكول غيان ادير. نلقاو بيان سور هنا لالكونتاغا في لو توا، سي ان توا اوفرون دو كوتي افون. بيان سور الكونتارا نورمالمون كي نقولوا الكونتارا نفهموا بلي رانا هنا في ان فيكول دو لوكس اكسترا اوردينار، يعني ما نلقاوش يعني تعبير باش نحكيو عليها. تصور تتكلم على نفسها بنفسها، سي با لابان ندخلوا في الاعدادات ديال نظم المساعده على القياده ولا نظم الامان، لانه فيرسيون هادية الي فول كامله، يعني واش تقدر تتخيل كاعدادات راح تلقاه في هذه السياره، ابتداء نظام الثبات، المحافظه على المسار، قياده شبه ذاتيه في هذه السياره، ولا نقدر نقولوا حتى ذاتيه، يعني فقط المحافظه بيان سور على الايدي في عجله القياده من وقت لاخر، بلا ما ننساو لاسبي ديالو فرونشيسور
اللي يقدر يمشي حتى في الطرق الغير معبده وللطرق الوعره في الصحراء. داير راح نشوفوا دي فيديو عليه تري بروشينمون وين لي زيسي كانوا اون اوف رود لهذه النسخه. تشوفوا من الاكستيريور تقول 4x4 دو لوكس اونيكمون، مي ريالمون واش يحمل في قوته في المحرك ديالو في العلبه ديالو في لو سيستيم دو موتريسيتي ديالو يخليه يكون صالح لاي مكان. بالتحديد عندما نقول لكم يمشي في الصحراء راح يمشي في الصحراء وما يحصلش. واحده من لي نوفوتي اللي نلقاوها هنا في لو سالون دو بيكان اكزاكتومون في الجناح ديال ريتوال موتورز سي بيان لو افال اتش 6. راكم تشوفوه خلفي دونك اوتوماتيكمون تغييرات كثيره طرات على هذا السيارة خاصة في الجانب الجمالي وحتى الجانب التكنولوجي، لكن المحرك بقى هو اللي شفناه في موديل 2022-2023. أهم تغييرات شفناها في الواجهة الأمامية هي إعادة رسم جديد للأضواء وخاصة الشبك الأمامي اللي أصبح أكثر يشبه يعني المقدمة اللي نلقاوها في السيارات الهايبريد ولا حتى الإلكتريك. دونك الفيلوزوفي اللي راهي متبعة في عدة عالمات. فيما يخص المحرك مجهز المحرك 1.5 بقوة 177 حصان، وكل هذا مترابط مع علبة أوتوماتيكية ثنائية المقابض من 7 سرعات. أكيد راح تكون متوفرة نسخة أعلى 2 لتر هنا في السوق المحلية الصينية اللي تلحق قوة الأحصنة ديالها أكثر من 200 حصان مع علبة أوتوماتيكية 9 سرعات، وكل هذا دليل واضح على أنه هذه العلامة تقدر يعني تعمل امورات كثيره في سياراتها تخص القوه وتخص نو سولمون لو باور مي حتى لو ديزاين كوتي تكنولوجيك والانتيريور اكزاكتومون ديال لو افال 6. اون تروف بيان سور ان شانجمون نوفو ديسان ديال لا بلونش دو بور افيك ان انورم اكران تاكتيل اللي نلقاوه في الوسط، سا سي بور لو سيستيم دافو ديفيرتيسمون. ولقى من دوزيام اكران لا سي لانسترومونتاسيون نوميريك اللي نشوفوها جوست ديغيغ لو فولون اللي تعطينا براتيكمون توت لي زانفورماسيون اللي كاينين يعني اثناء القياده. ما ننساوش بيان سور نظم المساعده على القياده وايضا الحفاظ على سلامه وامن الركاب. افال اتش 6 كان حقق مبيعات كبيره خاصه في دول الشرق الاوسط وبعض الدول يعني امريكا اللاتينيه، وحتى تسويقه راح يدخل الاوروبا. اكيد هذه النسخه المعروضه كما نشوفه مجهزه بمحرك 2 لتر القوه ديالو تلحق اكثر من 200 حصان. ما فيما يخص يعني التغييرات اللي طرات على لو فيس ليفت ولا التحديث اللي طرا على الاش 6 نشوفوا يعني لمسه جديده تخص النوفو ديسان ديال الاضواء الخلفيه مع فورم 2X بلا ما ننساو لو ليتراج افال في وسط الصندوق الخلفي، وبيان سور الكتابات اللي تذكر دائما بقوه المحرك وين لقاو 2.0 يعني 2 لتر تي جي دي النوع ديال هذا المحرك، وهذا راح يكون مترابط مع علبه اوتوماتيكيه ثنائيه المقابض من 9 سرعات. واحدة من السيارات اللي عجبتنا في الجناح ديال دونغفانغ سيربيان لو اميرو 917. درنا اوتوماتيكمون نظرة عن كتب لهذا السيارة، راح نقول لكم بلي تو سامبلومون دونغفانغ جسدت لو سافوار فير ديالها ميليتير على سيارة مدنية. ابعادها خيالية 4.98 يعني تقريب 5 مترات، ولومباتمون 2.95 متر. الوزن ديالها باش تعرفوا الضخامة ديالها يلحق يعني يتراوح ما بين 3.2 و 3.8 طن. سا ديبون لي زيكيبمون اللي راح يكونوا في هذه السياره. وبيان سور الحاجه
اللي خلاتنا سكوتيا اون كيلكو سورت في هذا الصالون سي بيان لا موتوريزاسيون المحرك كل قوه ديالو اللي تلحق 1088 حصان. يعتمد الام هيرو على اربع محركات كهربائيه يعني محرك لكل عجله دونك سي بور سا عندنا هاد لا بيسونس تاع 1088 1088 حصان. جو سي با ما على باليش كيفاش راح نقدروا نسوقوا هاد الطوموبيل في لافيل دونك مي سكي سور سي كو سي ان بوليد وحش اللي راح يكون خاص بالطرق الوعره والطرق الغير معبده بيان سور الصحراء. احسن طريقه باش نكتشفوا الام هيرو سي كون تقربوا منه فوالا باسكو سي ان بتي برو كومبليكي لهنايا دو فيلمي مع لا فول اللي كاينه مي نقدر ندير لكم اي بوتي بريزونطاسيون تري تري رابيد على هذا لو فيكول. داير شوف عاودوا نذكركم بالابعاد 4.98 بالتحديد عندنا دي جونت كيما راكم تشوفوا 20 بوص 20 بوصه. شوف الواجهه الاماميه كاميرا محيطيه 360 درجه وجوله داخل المقصوره كيما قلنا ثلاث شاشات وحده بو لو باساجي وحده او ميديو وحده خلف عجله القياده بلا ما ننساو 5 مود دو كوندويت يعني خمس انماط للقياده واللي تتغير ولا تغيرها على حساب يعني المكان اللي تكون فيه يعني الثلج الرمل فوالا. مشاهدينا الكرام دائما من جناح دونغ فونغ يلا راح ندير لكم جوله كانكم انتم زرتوا لو سالون وتشوفوا الموديلات واحد بواحد. هنا عندنا لو فيك 6 دونك سي اون سو مارك جديده عند دونغ فونغ والمسمات فينوسيا عجلات من 22 بوصه يذكرونا كثير بسيارة بوجو 408 دونك حاجة مليحة لو كان جا هاد الفيكول فيه موتوريزاسيون تيرميك 1.5 ولا راح تكون طوب. وهادو أجواء صالون بكين ميتين وسبعة وثمانين سيارة تم عرضها ما بين كهربائية وهجينة وهذا جناح بي واي دي. بي واي دي سي بويلد يور دريم دونك هي العلامة الرائدة في مجال يعني السيارات الكهربائية والهجينة هنا في الصين ومنافس شرس أكيد لتسلا. يلا نظرة سريعة عن بويلد يور دريم باش ما تقولوش ما زرنا ما درناش بكم في لو سالون. دائما تلقى شوف أوجه تشابه كثير في الواجهة الأمامية مع علامة يونداي وهنا جناح كيا أكيد حابين نشوفوا كيا وش عندها جديد. كروس أوفر ممتاز وش تذكركم وش تذكركم هذا الموديل ها لما يشبه الموديل هذا دوك تقريبا كل السيارات أصبحت تتشابه وهنا الاسم يتغير مقارنة بأوروبا يعني حتى ونعطيكم باللي هذه اسمها يعني سيلتوس في أوروبا ربما راح تتسوق تحت اسم آخر. عندنا هذه سونات الجديدة ودائما شوف يعني الرسومات ديال الإضاءة كلها أصبحت تتشابه في السيارات يعني دائما يعتمدوا هذيك لافورم بومرونج يعني. وهذا الموديل الثاني اس يو في كهربائي دونك تشوفوا مكتوب او في يعني اي في معناتها الكتريك فيكل والاسم ديالها خمسة اف 5 الشكل ديالو كانه كونسيبت كار لكن الان تقريبا جسدوا راهم يجسدوا مباشره بعد اشهر فقط ولا سنوات قليله من اخراج الموديلات المبدئية وتجسيدها في أرض الواقع. رانا تنقلوا من جناح لجناح نحاولوا ناخذ لكم كلكو مارك خاصة اللي حليتوا في الجزائر
ورام داخلين بيانتو ان شاء الله. دونك سي اون ندير لكم اون بوتيت ريكول دانفورماسيون سورتو فوالا كي تشوفوا شوف ماتيريال سي فاتيغون دو ترافاي تو سول مي فيو كو نحبوا لو ميتي كملوا فيه. دونك سقسيت شناوا قالوا لي اي تو يعني نحوس على واحد لامارك هاي ندخلوا نكتشفوها مع بعضنا. فوالا ان بتي كلون دوي موريس كراج فات سي سونطو. وير ار يو وير ار يو موريس. هاي لي كون راهي ام جي. شوفوا شوفوا هاي تبان هاي كون راهي هاليك سيبر ستار. واو بون كونفيدونس لا مارك غيرت الممثل ديالها في الجزائر راح نشوفوها عند ممثل واحد اخر. ام جي راح تكون باذن الله في الجزائر اون اتوندون بيان سور لاغريمون واش راح يكون. وي هوب في جناح موريس كراج نلقاو لا ام جي 5 موديل 2023. رانا نستناو لو روستيلاج ديالو مي اكيد راح تكون وحده من السيارات اللي راح تسوق هنا في الجزائر. السياره هذه مجهزه بمحرك 1.5 بقوه 130 حصان. ام جي 5 متوفره بباقه محركات متعدده وين ترانسميسيون ايضا تختلف. نلقاو لو 1 لتر 5 العادي اتموسفيريك ولا لو 1 لتر 5 توربو. اكيد قوه الاحصنه تختلف ما بين لي دو موديل. الاولانيه نلقاو 130 شيفو 130 حصان ولا دوزيام 181 اكزاكتومون. فيما يخص يعني لا بواتا فيتاس يعني علبه السرعات نلقاو مانيوال ترانسميشن خمس سرعات ميغا تيك ولا ميغا تيك سي في تي ايضا متوفره في سواء نسخه ال 1 لتر 5 العاديه ولا حتى التوربو. كوتي ديزاين كما نشوفوا شبك امامي تري تري امبوزون اللي توسطوا لو لوغو ديال لا مارك ام جي موريس كراج. واضواء يعني عاديه جدا مع لمسه ثلاثيه الابعاد ال دي ايضا. دونك دي جون تونالياج اللي راح تلقاهم سواء 16 ولا 17 بوس سا ديبون لا فينيسيون دي كوك دو ريتروفيزور اللي باللون الاسود ان تي بو سي ان رابيل لو توا اوفرون اللي ايضا الي ابيي باللون الاسود بلا ما ننساو التطعيمات اللي متواجده في لو كرون بلو نوار. واحدة من السيارات اللي وجدناها في جناح موريس كراج العلامة اللي راح تدخل للجزائر بحول الله سي لا ام جي 7 كما راكم تشوفوا. دونك كوب تري تري سبورتيف اضواء عندهم اون سبيسيفيكاسيون ان ديسان اللي ما لقاوهاش في دوطخ مارك. لكن عاد ما نشوفوا مليح عن كثب ونظره في الاضواء الخلفيه راح نشوفوا لي تخوا غريف دو ليون اللي ذكرونا ان تي بو بوجو. واكيد نعرفوا دائما انه العلامات الصينيه في بادئ الامر يحبوا ياخذوا ربما بعض لمسات الديزاين من العلامات الاوروبيه باش يتشبهوا بهم. لكن هنا موريس كراج تطورت اكيد بعد 2015-2016 وين عرفنا هذه العلامه اللي كانت في الجزائر. رانا نشوفوا نيفو بيرفورمانس ايكيبمون تكنولوجيك وخاصه لي ماتيريو اوتيليزي يعني ما شاء الله تقريبا لحقت الجوده الاوروبيه. سياره ام جي 7 مجهزه بمحرك 1.5 توربو بقوه 180 حصان. دونك فيكول تري تري رابيد ومتوفر اوتوماتيكمون دو موتوريزاسيون. في الجزائر اكيد راح نشوفوا اونيكمون 1.5 فيها حتى نسخه 2 لتر اكيد واللي تترابط مع علبه اوتوماتيكيه دبل كلاتش ترانسميشن من 9 سرعات. اما نسخه 1.5 للقوه ديالها 180 حصان مرتبطه بعلبه اوتوماتيكيه من 7 سرعات. لي جونت اون الياج دو 18 بوس ولا 19 بوس سا ديبون لا فينيسيون اللي راح تاخذوها. دونك النسخه المبدئيه تاع 1 لتر 5 راح تكون متوفره بنسختين دونك واللي تختلف بيان سور في بعض الخصائص التقنيه والجماليه. الان رانا في جناح بيجين بايك كيما رانا نشوفوا الموديلات المعروضة ابتداء من البي جي 40 لو اكس 55 2 اكيد هذه النسخة اللي دخلت للجزائر والتسويق ديالها انطلق يعني من خلال تسجيلات مبدئية
تصميم جد عصري، شبك أمامي مغلق تماما، يذكرنا بالسيارات الهايبريد، ودائما الأضواء اون فورم دو بومرانغ كما نشوفوه. كما نعرفوه الموديل هذا مجهز بمحرك 1.5 بقوة تفوق 180 حصان، 182 حصان حوالي. وهنا عندنا الـ EU5 Plus. EU5 سي نسخة الكهربائية من الـ EU5، وهنا رانا نشوفو يعني دي جونت ان تي بو سبيسيفيك، ما فهمتش كاع إيزون أوبتي على هاد لو ديزاين تاع لي جونت، دوكا سي ان تي بو أ لا مود. اون بليس لي ماتيريو لي مخدوم بهم يسون ليجي باش يخفوا تقريبا من الوزن الإجمالي للسيارة. هاو لو بي جي 30 هذا لي إكسيلون، فرانشيسور، سيارة رباعية الدفع. ما شاء الله، اون اكسيلونت فينيسيون كيما نشوفو، تري تري سامبل، يعني ما كتروش فيها بزاف. لو فيد فيتاس يعني شكل اوريجينال، اون مولات ايضا بور شونجي لي مود de conduite. والواجهة الأمامية عصرية محدثة، elle est excellente ما شاء الله. واللي حب البي جي 60 il est présenté aussi le stand ديال بايك بيجين. وهنا اللي راهي معروضة نسخة هاجينا حوالي 250 حصان، 188 كيلووات بالتحديد، والمحرك الثاني حوالي 10 كيلووات. دونك علبة سرعات فيها 7 غابور في هاد لافيرسيون، والداخل اللي اسي لوكسيو سباسيو. ما شاء الله، اون بيل كولور. شوف لا سينياتور لومينوز اريير، ذكرنا كيلكو فيكول بي جي 60 بايك. واحدة من السيارات الجديدة هنا في جناح بايك سي بيان لا بي جي 40 بلس، كما راكم تشوفوها خلفي. التغييرات اللي طرأت على الواجهة الأمامية، دونك ان ديسان ديال لي زوبتيك اللي تغيروا كيلكو سورت، مي اوسي دونك بوكو دو شانجمون اون ماتيير دو ستيل دو فينيسيون انتيريور. La motorisation automatiquement qu'at mhafda, c'est du l'essence, donc 2 litres turbo couplé à une boîte à vitesse automatique à 8 rapports, c'est la 8AT. Bach ta'rfo exactement, est développé 165 kW, donc il convertit wa ntihou à peu près 120 230 hissan. Sayara mumtaza ra'i'a kima rana nchoufou fiha. Donc عندنا هنايا full LED. هنا اللي يلونتور براتيكمون كيما رانا نشوفوه توت لا كالوندر، بيان سور كاميرا اماميه ومحيطيه اللي تعطينا اون فيزيون اوتوماتيكمون 540 ولا 360 سا ديبون لا فيرسيون. راح نضربو طله خفيفه لداخل باش نشوفو بيان سور واش تغير ولا واش كاين. اوهو، شوف هنايا كي نشوفوه لو مونطون ما كانش، شو ما كاش مونطا، سي كوم اون ديكابوتاب. دونك عندنا لوفي دو فيتيس اللي يجي غير صغير كيما نشوفوه لهنايا، دونك تو بوتي، اون بوتيت مولات باش تغير بيان سور من دو روموتريس ولا كات روموتريس ولا حتى لو سيستيم ديال الكرابوطاج. هنا سي لو ديفيرونسيال لي بوطون باش نغيرو سوا من الدفع الخلفي ولا الدفع الامامي. لو بوطون ستوب اند ستار كيما نشوفو هنا في الوسط، شاشه حوالي ما نقدروش نحسبوها، مش عارف ولا 30 ولا 30 بوصه، دونك صالحه لو كونديكتور مي اوسي لو باساجي، يقدر يبو شونجي ان تي بو فيها كيما نشوفو. دونك ان فولون ملتي فونكسيون فيه لي بوطون اي تو، توجور في توش كرومي بور رابلي ان تي بو هذيك لا نوبليس في هاد لاكام ديال لي فيكول، بلا ما ننساو فتحة السقف فوالا جوست الفوق.